رحمة الله. بدي أسألك سؤال. شفت قبل كم يوم خطبة للشيخ عثمان خميس، صار يحكي إنه اللي بيعترف بالصلاة بس متكاسل عنها، يعني بيصلي الظهر ما بيصلي العصر، بيصلي المغرب، يعني بتقاطع بالصلاة، إنه يقتل، وإذا ما لا يقتل يسجن. لا ما في. لا شوف أخي، أي إنسان يصلي ويقطع هذا مسلم مرتكب لكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه المفارق للجماعة. هذا ما فارق الجماعة، هذا يصلي يا أخي، يصلي ويقطع، هذا مسلم مرتكب لكبيرة، على أي أساس بدك تقتله؟ أعوذ بالله من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن، ما قال اقتلوه، قال لا، قال ومن لم يحافظ عليهن فمشيئته إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما دام داخل تحت المشيئة هو مسلم مرتكب لكبيرة. منك لأنه فعلا أنا واثق بكلامك. والله يا أخي عذاب قبر أقسم بالله فيه، واللي عم ينكر عم ينكر كلام الله وعم ينكر كلام النبي. الله سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم. إيمة اليوم؟ راجع أقوال تفاسير: اليوم تجزون عذاب الهون. قال الله: سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما مر على قبرين، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير. عائشة في صحيح مسلم كانت عند امرأتين يهوديتين، أخبرتها إن أهل المقابر يعذبون، قالت عائشة: كذبت اليهوديتين. فلما انتهيت إلى النبي أخبرت النبي، قال النبي: نعم، إن أهل المقابر يعذبون عذابا تسمعه البهائم. النبي في الصحيح مر على حائط في جدار المدينة، سمع صوت، قال: هذا يهودي يعذب في قبره. قال النبي في صحيح مسلم: والذي نفسي بيدي، لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر الذي أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: إذا مات ابن آدم وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعا عليم، يأتياه ملكان فيقولان: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني محمد يقول: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقولان له: هذا مقعدك من النار، قد أبدرك الله به مقعدا من الجنة. فلا تلتفت للي عم ينكره واللي عم يقول لك إنسان مات من 1000 سنة وإنسان مات اليوم، كيف هذا عم يتعذب 1000 سنة وهذا عم يتعذب يوم وبكرة القيامة؟ شلون هذا 1000 سنة وهذا يوم؟ يا أخي اللي جمع عليك عذاب 1000 سنة يقدر يجمع لك يوم بيوم واحد، واللي يقول لك أنه إنسان مثلا مات غريق ولا مات حريق ولا مات تشقف، شلون له عذاب قبر؟ والله الله سبحانه وتعالى إذا قادر أنه يجمع عظام الإنسان وهي رميم، قادر أنه هو يعذبه هو في البحر ولا هو رميم. فلا تلتفت إلى هؤلاء الذين يطعنون في القرآن والسنة، بارك الله بك، ويجتهدوا يجتهدوا. خالفوا الصحابة وخالفوا التابعين وخالفوا ابن عباس وخالفوا ابن عمر وخالفوا عبد الله بن مسعود وخالفوا الامام الشافعي وخالفوا احمد بن حنبل، كانه هن اعلم من كلياتهم وجاي يتفهم علينا. لا تلتفت الى هؤلاء، التزم بالكتاب والسنه. قال الله: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمشان ما تضل، التزم بالقران والسنه، نصيحه لوجه الله. السارق هو مرتكب لكبيرة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لعن الله السارق تقطع يده في بيضة، لعن الله السارق تقطع يده في حبل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفي رواية: من لا درهم له ولا دينار. قال النبي: المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وقد ضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل لا يقضى عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أي إنسان عم يأكل حقوق الناس رح يحاسب. قال النبي في صحيح البخاري: إذا خلص المؤمنون صراء النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم بينهم كانت في الدنيا. أي إنسان ظلمك في الدنيا رح يغتص منه يوم الآخرة، والله أعلم. وارب اختار لك ما اختار لنفسي البعد، ليس تحريما لا وربي، ولكن من باب الاحتياط، لان المسح على الجوارب الخلاف قائم بين العلماء، والحديث الوارد ان النبي مسح على نعليه وعلى جواربه فحديث غير ثابت عن النبي. اعلم ان الالباني حسنه لكن هو حديث ضعيف، وقد نقل الامام النووي في كتاب المجموع ان 10 علماء ضعفوا هذا الحديث. فعليه اختار لك ما اختار لنفسي البعد، ليس تحريما لكن من باب الاحتياط. اما اذا كان بامكانك تجيب لك خف، فالخف جائز بالاجماع، انعقد الاجماع على المسح على الخف
الخلفين، اما انه تصلي بدون ما تعرف القبله، حاول انه انت تصلي تشوف الشمس وين مثلا بمنطقه انت فرضا، شوف الشمس تكون وين مثلا، اذا كانت باتجاه القبله حددها، او ابني على اقرب مسجد، او ابني على البوصله على قدر استطاعتك. لكن اذا ما كان في شمس وما كان عندك بوصله ولا كان عندك هاتف وما استطعت انه انت تبني على اقرب مسجد وتعذر عليك، فاجتهد على قدر استطاعتك وصلي. فالله سبحانه وتعالى قال: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. والله اعلم. السلام ورحمه الله. شيخ سؤال، اللهم صل على النبي. انا رحت مشوار تقريبا شي 3 ساعات بسياره، تمام، قضيت شغله ورجعت بثلاث ساعات، راحت علي صلاه الظهر، طبعا طالع من 6 الصبح ما رجعت للساعه 6 المساء، راحت علي صلاه الظهر، طبعا الفجر صليت وطلعت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، شلون اصليهن؟ أنت مرتكب لكبيرة لكون أنك أخرجت الصلاة عن غير وقتها. قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالصلاة لا يعني ما يصير أنه أنت تضيعها، لا في حضر ولا في سفر ولا في مرض نهائيا. المفروض أنه أنت كانت توقف تجمع وتقصر، تصلي إذا كنت مسافرا تجمع وتقصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبس يدخل وقت المغرب فبإمكانك تصلي المغرب والعشاء، المغرب 3 والعشاء 2. لكن بدك هلا ما دام وصلت على البيت بدك تصليهم يعني 4 الظهر و4 العصر، 3 المغرب و4 العشاء، وانت مرتكب لكبيره عليك الاستغفار وان تعمل اعمال صالحه كبيره لمحو اثار هذا الذنب، والله اعلم. من اشجع الناس اذا في شجاع على الارض هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد. قال النبي في صحيح البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني من مسيرة شهر كان العدو يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم واجه كل صناديد مكة، النبي صلى الله عليه وسلم واجه أبو جهل لما قالوا لا تصلي كان يصلي. قال الله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. سيد الخلق وحبيب الحق محمد في صحيح البخاري، في صحيح البخاري: سمع أهل المدينة صوتا، مباشرة ركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري يعني بدون لجام ولا سراج، وذهب مباشرة باتجاه الصوت. فخرج أهل المدينة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طمأنهم، قال النبي: ما وجدناه بأسا وإن وجدناه لبحرا. في الحروب الشديدة أحيانا كان الصحابة يحتمون مع شجاعتهم، الصحابة كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم كنا اتقينا برسول الله. الصحابة مع شجاعتهم كانوا يحتمون بسيد الخلق محمد. في غزوة حنين كان الصحابة يولون الأدبار، فما كان من سيد الخلق وحبيب الحق محمد أقسم بالله ما كان فر. النبي وهو على دابته يتقدم ونادى بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في الغار المشركون اجتمعوا حول الغار والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده مع أبو بكر، قال: لا تحزن إن الله معنا. فإذا في شجاع على الأرض هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد، صلوا عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في باب من ابواب الجنه يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون، فيقول: اين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون فيغلق فلا يدخل بعدهم احد. طيب في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا واحسن الوضوء ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يعني فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل ايها شاء. لانه المتوضي هو يصوم، المتوضي كمان يصوم، كمان يدخل في نطاق الصائمين والله اعلم، الا اذا كان انسان مريض معدم لا يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري وفي سنده يعني عله، لكن قال النبي في البخاري: اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة أقواما ما سلكتم واديا أو نفقتم من نفقة إلا شارككم الأجر حبسهم العذر. فقد يكون الإنسان يحبس العذر لكن له أجر الذي يفعل، والله أعلم. يا جماعة سحر وعين وحسد فيه، بس تعلم الرقية ورقي نفسك، لا تروح لعند فلان ولا فلان يرقولك. النبي في الصحيحين البخاري ومسلم كان يقرأ بالمعوذتين وقل هو الله أحد وينفث على يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسمه. يا أخي اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة. إذا كنت قويا اقرأ سورة البقرة كاملة، لأن النبي في الصحيح قال عن سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وأيضا ارقي نفسك، أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هيك النبي كان يعوذ الحسن والحسين في صحيح البخاري. وأيضا إذا في مكان يجعك بجسمك حط إيدك على المكان اللي يجع، قل بسم الله 3 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7. هيك في صحيح مسلم ورد. أما امرأة تروح لعند راقي يعطيها حجابات ويعطيها شعوذات وطلاسم وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لها عليك تعطيل ولا يقول لها عليك عين ولا يقول لها، وخاصة هدول اللي يفتحوا بثوث مباشرة، يدخل المرأة أو يدخل الرجل في
وسواس، يعني هو ما كان بحاجة هذا الوسواس، دخلوا في وسواس ودخل المشاهدين معه ودخلهم في متاهات وضيعهم. يا جماعة اجعلوها لوجه الله الكريم، لا تقول لفلان عليك تعطيل ولا فلان عليك سحر ولا، انت شو عرفك يا اخي؟ قيل للامام مالك عن رجل يرقي الناس فيقول على فلان تعطيل وفلان سحر وفلان عين، قال الامام مالك هذه بدعة، واين هذا في كتاب الله؟ يا رقاة اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تدخلوا الناس في متاهات ولا تضيعون، علمون الصحيح من الرقية. يسلم إيديك يا شيخ على هالإفتاء، والله يبيض وشك يوم ما تبيض وجوه وتسود وجوه. وعليكم بالمثل والسامعين والسامعات، تفضل. من بعد إذنك، شو الدليل إنه بعد ما لازم آكل لحم جمل أتوضى؟ من بعد إذنك توضح لي هاي المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهذا عليه مذهب الحنابلة، لأنه إنسان أكل لحم جزور ينقض الوضوء، هذا عند الحنابلة بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون أن هذا الحديث منسوخ، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو قول الحنابلة في هذه المسألة، لأنه لا دليل على وجود الناسخ الصريح، فعليه أختار قول الحنابلة بإنسان إذا أكل لحم جزور وجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الشاة يا رسول الله؟ قال إن شئتم والله أعلم. من بعد إذنك سؤال تاني إذا بتريد. السؤال التاني، هلأ أنا بأخر صلاة العشاء أياما للساعة 2 أو 3 بالليل، بحاس أنه بصلي العشاء وقيام الليل، هذا الشيء بأثم عليه أني عم بأخر صلاة العشاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يجوز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل، أما تأخيرها إلى قبل الفجر أو كذا فكريها وفريق من أهل العلم، لأن أنا أعلم أن صلاة الفجر تضل إلى حتى يأذن الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي لم يصلي صلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فكل الصلوات ما تنتهي إلا لما تأتي الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر لما تطلع الشمس، فالعشاء ما بتنتهي إلا لما يطلع الفجر، فعليه النصيحة لوجه الله خليها قبل شطر الليل أفضل أو شطر الليل أفضل والله أعلم، أما بعد شطر الليل فصلاة صحيحة، لكن في من العلماء من قال أن فيها بعض الكراهة والله أعلم، لكون أن الإنسان عم يأخرها أكثر من وقتها والله أعلم. لأنه جاء مجموعة من الرجال إلى الإمام الشافعي قالوا يا سيدي ما هو الدليل على وجود الله؟ ما كان من الإمام الشافعي إلا أنه أخذ ورقة توت قال هذه دليل على وجود الله. قالوا أتستهزئ بنا؟ قال معاذ الله، ولكن هذه الورقة هي دليل على وجود الله يا بني، هذه الورقة تأكلها المعزة فيخرج منها لبنا، وتأكلها الغزالة فيخرج منها مسكا، وتأكلها دودة القز فيخرج منها حريرا، وتأكلها النحلة فيخرج منها عسلا، إذا كانت المادة واحدة والصنعة متعددة فمن يكون الصانع؟ يا أخي أنت ما فكرت بالبقرة عم تأكل أعلف وعم تأكل أخضر وعم تأكل شعير وعم تأكل أصفر وأخضر وعم يطلع منها لبن أبيض صافي بدون ضجيج وبدون صوت وبدون ماكينات، ما عرفت قدرة من صنع من؟ ما فكرت أنه هذا الحليب اللي بثدي الأم لما ترضع ابنها يكون دافي بالشتاء ويكون فيه برودة بالصيف؟ ما فكرت أنه فيه كامل المواد الغذائية للطفل اللي يحتاجه الطفل؟ ما فكرت أنه هذا الطفل لما يطلع من بطن أمه مين علمه خاصية المص، يعني يحط يعني شفتيه على حلمتي ثدي أمه ويمص؟ مين اللي علمه هذا الشيء؟ يعني لو ما كان معه هذه الخاصية مين بده يعلم هذا الطفل اللي عمره يوم اللي عمره ساعة يا مص؟ لأنه إذا ما مصيت الحليب راح تبقى، مين اللي علمه؟ قدرة من صنع من عطاء من؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فأنصحكم النصيحة لوجه الله اتفكر بخلق الله والله أعلم. يا جماعة ليش الصلاة أولا؟ لأنه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، لأن الصلاة يمحو الله بها الخطايا، لأن الصلاة صلة بين العبد وخالقه، لأنه يلي ينكر الصلاة يكفر. في امرأة سألت أحد الصالحين قالت له أولادي نومن تقيل وما عم يفيقوا على صلاة الفجر شو الحل؟ فقال له لو احترق البيت شو راح تعملي؟ قالت راح افيقن. قال له بس نومن ثقيل؟ قالت راح اشحطن شحط برات البيت. فقال له هيك عم تعملي مشان تحميهم من نار الدنيا؟ فلازم تعملي اكتر من هيك مشان تحميهم من نار الاخرة. هذا والله اعلم.